صباح أو مساء الكل عليكم. أنا اسمي ريم ومن مصر. أنا بحب جدا أعمل فيديوز وبحب أصور جدا، بحب الفوتوشوب، بحب الجرافيك ديزاينز على يوتيوب. بدأتها بديركس وكريوكي والناس عجبتها، في ناس عجبتها وفي ناس أكيد ما عجبتهاش. بعد كده بدأت أعمل inspirational videos، يعني عايزة أوصل رسالة للناس أو فيديو أنا بعمله بحيث إن يبقى ليه هدف، ليه حاجة. ساعات كتير ما بنحسش بقيمة الحاجة اللي عندنا وبنتمنى يكون عندنا اللي مش معانا. زي كوباية دي، هنتخيل ان البيبسي هي النعمة اللي ربنا بيديها لنا. اكيد ربنا شايل لكل واحد فينا حاجة كويسة، فلما احنا نقعد نبص ونبص ونبص لمميزات غيرنا وننسى مميزاتنا، محدش كان هيبقى مختلف عن البيبسي. حلمي اللي انا مشهورة، بس مش مشهورة بالمعنى العلمي، يعني ما بقاش مشهورة وخلاص، لا، يبقى مشهورة عشان انا عملت حاجة، مش عشان انا بعمل بس فيديوز او كده. لا، انا عايزة ابقى مشهورة عشان اوصل حاجة للناس. كنت الاول ما عملت، بدأت اعمل فلوجينج او بدأت اعمل inspirational فيديوز كانت بالانجلش، بس صحابي قالوا لي طب انت ليه ما فكرتيش تعملي فيديوز بالعربي، يعني شجعوني على الفكره، وانا بصراحه فكرت فيها وقلت ليه لا. عجبتني الفكره وعملت فيديو، فات اخد فيديو ليا بالعربي. انا برضو قلت لنفسي مش عشان انا ما عنديش كاميرا بروفيشنال يبقى انا اقعد في البيت وما اعملش حاجة، يعني مش معنى ان انا ما عنديش كاميرا معنى كده ان انا اوقف حلمي او ابطل اعمل فلوجينج حتى لو هستخدم موبايل. هي دي الفكرة، اللي هو انت مش لازم يعني تستنى لحد ما تجيب كل حاجة، يكون الطموح اللي عندك خلاص بحي كده. ودي نبذة على اللي انا بعمله، على الفيديوز اللي انا بعملها عامة، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم الفكره يا ريت تعملوا لي، مش هقول سبسكرايب او انكم تدوني لايك، لا انا عايزه كومنتس، يعني لو هيبقى فكره حاجه عايزين تقولوها لي ممكن تقولها في الكومنتس، يعني بجد مش يعني. طبعا انا بس محتاجه فرصه واحده اثبت كل اللي انا عايزه.